رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم نحكي عن موضوع الطبقية، هل هو فعلا المجتمع الأمريكي هل هو مجتمع طبقي ولا لا؟ قبل ما نحكي عن موضوع الطبقية، أول شيء بدنا نصنف طبقات المجتمع الأمريكي. طبعا المجتمع الأمريكي زي أي مجتمع بيتكون من العديد من الطبقات، زي أي مجتمع. فأول طبقة بنحكي أول شيء بيتكون من أربع طبقات رئيسية. أول طبقة اللي هي طبقة اللي هي لما تحت خط الفقر، طبقة الفقراء، عفوا طبقة الفقراء أو ما هم دون خط الفقر، اللي هم تحت خط الفقر. هذول طبعا اللي هم طبقة الفقراء أو طبقة ما دون خط الفقر، وتحت خط الفقر اللي هم الناس مثلا الناس الفقراء جدا، اللي هم مثلا ما عندهم بيوت، يعني مثلا زي الهومليس مثلا، هذول بيناموا بالشوارع، هذول ما عندهم بيوت يناموا فيها، بيناموا بتلاقيهم بيناموا مثلا تحت الكباري بالشوارع، في احيانا مثلا بتلاقيهم بيناموا في مثلا جنب مثلا في اي باركينج، مثلا في اي منتزهات بيناموا. هذول ما لهم بيوت، هذول بسموهم الهومليس اللي هو without shelter، يعني بلا مأوى. هذول الناس اللي هم الطبقة الفقيرة جدا، الطبقة المعدومة. هذول في ناس منهم يعني الحكومة بتساعدهم، تعطيهم مساعدات مالية، لكن للأسف في ناس منهم، كثير منهم مدمنين متعاطين مخدرات. يعني للأسف الفلوس اللي بياخدوها من الحكومة، يعني هم في إمكانهم إنهم يعني يسكنوا يتأجروا بيوت، بس هم للأسف الفلوس اللي بياخدوها من الحكومة بيشتروا بيها مخدرات. يعني نسبة كبيرة منهم، مش الأغلبية، لا نسبة كبيرة منهم، ما يعني ما بت للأسف الفلوس اللي بياخدوها من الحكومة بيدفعوها بيشتروا بيها مخدرات، متعاطين مخدرات يعني. فهدول اللي هم نسبة كبيرة من اللي هم تحت خط الفقر، اللي هم الهومليس. هدول للأسف يعني هدول يعني زي ما حكيت لكم الفلوس اللي بياخدوها بيشتروا بيها مخدرات. يعني ما انهم بامكانهم، ناس كثير منهم بامكانهم يشتغلوا، يعني ممكن يشتغلوا، في فرص عمل كثير منهم ممكن يشتغلوا يصرفوا على حالهم، لكن هم بفضلوا انهم ياخذوا فلوس من الحكومه وما ما ما يشتغلوا، يعني بفضلوا انهم يشتروا بالفلوس هاي مخدرات وهذا ويتعاطوا مخدرات. للاسف هاي نسبه كبيره من اللي هم تحت خط الفقراء، او هم يعني بياخذوا مساعدات، لكن للاسف هم بيدعوا الفقر عشان يستفيدوا من الحكومه، يستفيدوا ويشتروا مخدرات زي هدول اللي هم الهومليس. طبعا في ناس كتير من هم تحت خط الفقر هم ما بيقدروا يشتغلوا فعلا، يعني في ناس فعلا عندهم مثلا ظروف صحية معينة ما بيقدروا يشتغلوا، هدول مشمولين من ضمن الناس اللي تحت الناس الفقراء جدا، تحت خط الفقر. هدول ناس نسبة كبيرة منهم اللي هم من ضمن الناس اللي هم الفقراء جدا، من ضمنهم زي ما حكيت لكم الهومليس، من ضمنهم ناس كتير مثلا يعني ساكنين في بيوت، لكن للأسف البيوت اللي ساكنين فيها في مناطق فقيرة جدا، مناطق يعني شعبية، مناطق فقيرة جدا. للأسف هدول يعني الناس منهم كتير ما بيشتغلوا، ما بيقدروا يشتغلوا بسبب ظروف صحية تمنعهم انهم يشتغلوا، هدول ناس المصنفين كفقراء. بس هذه الحكومة بتساعد كتير، يعني بتساعدهم حاجات اسمها فود ستامب، اللي هو كروت بياخدوها زي كروت الشؤون او كروت الشؤون الاجتماعيه في الدول العربيه، يعني بتساعدهم الحكومه وبيستفيدوا يعني من برامج الغذائيه وبيستفيدوا، بس بضلهم فقراء، يعني بضلهم مهما تساعدهم الحكومه يعني في ظروف صحيه منعتهم انهم يشتغلوا، يعني فبيضطروا يضلهم تحت المساعدات الحكوميه، بضل الحكومه تساعدهم يعني سواء بقروض غذائيه اللي هي الفود ستامب، هذه المساعدات اللي بياخدوها من الحكومة بتساعدهم الحكومة. بس هي الطبقة الأولى اللي هي الطبقة الفقيرة. الطبقة الثانية اللي هي طبقة العمال، أو الطبقة زي ما حكيت لكم في فيديو من الفيديوهات السابقة، إنه هدول العمال اللي بيشتغلوا في وظائف بدنية، هدول اللي هم الطبقة المعدومة، الطبقة الكادحة. هدول الناس اللي بيشتغلوا لكن للأسف بيشتغلوا بالمينيمم ويجز، بيشتغلوا يعني ساعات قليلة، يعني بياخدوا أجور قليلة بالساعة، فهدول بيشتغلوا يعني برواتب قليلة جدا. فهدول للأسف هدول الطبقة الكادحة في المجتمع، ما بياخدوا رواتب، يعني رواتبهم ضعيفة جدا للأسف، هدول رواتبهم ضعيفة، فما يعني ما
هدول الطبقة الكادحة وطبقة العمال، يعني كل ما يعمل وظيفة بدنية يعتبر من الطبقة الكادحة، هدول اللي هو طبقة العمال، هدول رواتبهم قليلة جدا للأسف. هدول الحكومة طبعا يعني بيستفيدوا أحيانا من مساعدات الحكومة، بيستفيدوا من بعض اللي هم المساعدات الفود ستام، هاي بياخدوها من الحكومة مثلا بتساعدهم، لكن بضلهم يعني هم الطبقة الكادحة، رواتبهم قليلة جدا، ويعني بسكنوا يعني هم حتى ما الرواتب اللي بياخدوها يا دوب بكفي يا دوب، يعني ما بيوفروا منها كتير للأسف، يعني ما بيوفروا منها كتير، بس فيا دوب يعني يا دوب الراتب اللي بياخدوه يا دوب بكفيهم أكل وشرب ولبس، يعني يا دوب، وأجار بيت طبعا، بيدفعوا تأمين صحي، بيدفعوا تأمين للسيارة، لأن السيارة حكيت لكم ضرورية جدا هنا في أمريكا بالذات، إذا أنت ساكن في الضواحي أو في القرى محتاج السيارة. بس فهدول الطبقة الكادحة، طبقة العمال، أو بيشتغل في كل ما هو بدني زي ما حكيت لكم في حلقة من الحلقات السابقة. بس هاي الطبقة الثانية، الطبقة الكادحة، طبقة العمال. الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الطبقة المتوسطة، اللي هو حكي الطبقة الثانية، طبقة الدخل المحدود، طبقة ذوي الدخل المحدود أو طبقة العمال. الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الطبقة المتوسطة أو طبقة ذات الدخل المتوسط، اللي هم طبقة الموظفين، سواء موظفين الشركات، موظفين البنوك، المدرسين اللي بيشتغلوا في السكرتارية، بيشتغلوا في كل ما هو مكتبي، هدول الطبقة المتوسط، هدول يعني الدخل تبعهم محدود، يعني مش محدود، الدخل متوسط، يعني هم أحسن وضع من ذوي الدخل المحدود، أحسن وضع من من العمال، لكن بضل يعني بضل رواتبهم تعتبر نوعا ما يعني مش كتير، لكن بضلهم أحسن، يعني هدول هم الطبقة المتعلمة، يعني الطبقة المتعلمة غير الطبقة الثانية. الطبقة الثانية بيقول مش يعني يا إما مش متعلم الدخل المحدود، يا إما مش متعلمين، يا إما متعلمين في دول تانية وأجوا هنا للأسف لأنهم شهاداتهم مش من أمريكا، دول ما اشتغلوا هنا، هدول الدخل المحدود اللي حكيت لكم عنهم. أما الدخل المتوسط هم الطبقة المتعلمة، يعني يا إما اللي هم درسوا هنا في أمريكا واشتغلوا في وظائف مكتبية، أو اللي اشتغلوا في درسوا في بلادهم وإجوا كملوا دراسة هنا واشتغلوا في وظائف مكتبية، هذه بسموها ذوي الدخل المتوسط. دول رواتبهم يعني يا إما بياخدوا بالساعة، في ناس منهم بتاخد بالساعة، في ناس بتاخد باليوم، ناس بتاخد بالشهر، ناس بتاخد الراتب تبعها بالسنة. هدول يعني وضعهم أحسن شوية من ذوي الدخل المحدود، رواتبهم أحسن، يعني ممكن يقدروا يوفروا شوية من راتبهم، بيقدروا يعني يعيشوا حياة كريمة، يعني أحسن من ذوي الدخل المحدود. هذه الطبقة الثالثة طبعا، اللي هو ذوي الدخل المتوسط أو اللي بيشتغلوا في وظائف مكتبية، هذول بيشملوا اللي بيشتغل في البنوك، بيشتغل في الشركات، بيشتغل في الحكومة، بيشتغل في القطاع الخاص، بيشتغل يعني في السكرتارية، بيشتغل بالتمريض مثلا، بيشتغل بالدكاترة، الأطباء، المهندسين، المحامين، يعني كل ما هو مكتبي، هدول بسموا هدول ذوي الدخل المتوسط، هدول الطبقة المتوسطة، يعني هدول مساكنهم تبقى أحسن شوي، يعني ممكن يكون متأجرين مثلا، عندهم شقة، ممكن بيوت مثلا، ممكن يشتريوا بدل يدفع أجرات، ممكن يشتريوا بيوت، يعني أحسن من ذوي الدخل المحدود، يعني بضل وضعهم المادي أحسن نوعا ما، يعني بس يعني بعيشوا حياة كريمة أحسن من ذوي الدخل المحدود. نيجي للطبقة الرابعة والأخيرة، اللي هي طبقة اللي هي الطبقة الغنية أو طبقة رجال الأعمال، البيزنس مان. هدول الطبقة الغنية اللي هم طبقة رجال الأعمال، هدول طبعا في أي دولة في العالم طبقة رجال الأعمال هم الطبقة المرفهة، الطبقة الغنية اللي عندهم بيزنس، عندهم يا إما بتلاقي عنده شركة، عنده مثلا حتى لو محل، مثلا محل ملابس، عنده مطعم، عنده، هدول طبقة البيزنس، طبقة البيزنس مان أو طبقة الطبقة الغنية، طبقة رجال الأعمال. هدول الطبقة المرفهة في المجتمع، يعني هدول بتلاقيهم عندهم سيارات، بيشتغلوا مثلا رواتبهم يعني بتلاقي عنده الشركة، عنده بتلاقي مثلا، يعني هدول اللي هم الطبقة الغنية جدا في المجتمع، الطبقة هدول بتلاقيهم طبقة البيزنس مان، هدول اللي هم رجال الأعمال، هاي الطبقة الغنية، الطبقة يعني بتلاقيهم مثلا بيسافروا كل فترة، بتلاقيهم الناس الغنية، الناس وضعها المادي منيح، يعني هدول في ناس منهم بدوا من الصفر، في ناس منهم بدوا يعني بدوا كان وضعهم معدوم جدا، يعني في منهم مش متعلمين، يعني بس يعني ربنا فتح عليهم وصار وضعهم الحمد لله كويس، يعني ربنا يكرمنا زيهم ان شاء الله، وربنا
ربنا يعني نتمنى لهم انهم ربنا يزيدهم اكثر، يعني هدول الطبقه الغنيه اللي هم طبقه رجال الاعمال. في ناس بدوا من الصفر، ناس عصامين بنوا حالهم لغايه ما وصلوا للي هم فيه، يعني وصلوا له هذا مش من فراغ، يعني تعبوا كثير لغايه ما وصلوا للشيء هذا. في ناس منهم هدول الناس سواء المتعلمين او في ناس منهم مش متعلمين، في ناس منهم متعلمين يعني درسوا جامعات بس عملوا بعد هيك البزنس تبعهم، يعني بتلاقي عنده شركة، صار عنده موظفين، عنده يعني حتى لو في مطعم عنده مثلا عمال بالمطعم، عنده محل ملابس، عنده مثلا ناس بيشتغلوا شغيلة بالمحل، عندهم البزنس الخاص فيهم. يعني بتلاقي ناس كتير عندهم بزنسهم تبعهم بزنس، يعني بتلاقي ناس مثلا عرب كتير ما شاء الله يعني وضعهم المادي كتير منيح، يعني عندهم مثلا تلاقي عنده عيادة، عنده مصنع، عنده شركة، عنده محل محلات ملابس، عنده سوبر ماركت، عنده يعني بتلاقي وضعهم المادي كتير كويس. يعني في ناس عرب كتير، يعني قابلت هاي الناس عرب كتير شخصيات ما شاء الله، يعني ربنا فتح عليهم. حتى أمريكان برضو يعني مش بس عرب، يعني أمريكان ممكن آسيويين مختلف الجنسيات، يعني زي ما حكيت لكم الطبقات هذه ما بتشملش بس الأمريكان، بتشمل كل فئات المجتمع. يعني زي ما حكيت لك هذا المجتمع الامريكي هو خليط من جميع انحاء العالم، بيجوا بيعيشوا بامريكا باخذوا الجنسيه بعد فتره. فطبعا بتلاقيهم يا اما منهم فقراء، يا اما ناس منهم ذوي الطبقه الفقيره، يا اما ناس ذوي الدخل المحدود، يا اما ناس منهم الطبقه المتوسطه او ذوي الدخل المتوسط، او ناس ذوي الطبقه الغنيه، او ناس اللي هم البيزنس مان. طبعا هدول اللي هم البزنس مين، هدول الناس الاغنياء جدا اللي ربنا فتح عليهم، عندهم البزنس الخاص تبعهم بس. فهدول اللي هم الطبقه الغنيه، الطبقه الرابعه والاخيره. هلا نيجي للسؤال المهم اللي كثير ناس بتساله، معذره جنان. الان نيجي للسؤال المهم اللي كثير ناس بتساله، هل المجتمع الامريكي مجتمع طبقي والله لا؟ الجواب أكيد المجتمع الأمريكي زيه زي أي مجتمع، لأنه هو بالأول والأخير هو مجتمع زيه زي أي مجتمع بالعالم. هو مجتمع يعني فيه طبقية لكن بشكل نسبي، طبعا بيختلف الطبقية، بتختلف يعني إيش الطبقية اللي هو النظرة، إنه الواحد لطبقة غنية مثلا بنظر للطبقة اللي تحته نظرة إنه تعالي، أو نظرة غرور، أو نظرة إنه أنا أحسن منك، أو أنا مش عارف إيش. طبعا هذه الطبقية موجودة للأسف، موجودة بالمجتمع الأمريكي طبعا، لأن المجتمع الأمريكي زيه زي المجتمع بالعالم، يعني هو مجتمع خليط من جميع أنحاء العالم، يعني زيه زي المجتمع. الطبقية موجودة في أي دولة في العالم، يعني باستثناء يعني أمريكا مش 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 استثناء، يعني هي زيها زي أي بلد في العالم، يعني المجتمع زيه زي أي مجتمع بالعالم، يعني الطبقية موجودة فيه للأسف. يعني طبعا في ناس بتلاقيهم مثلا الطبقة الغنية مثلا بنظروا الطبقة اللي تحتهم المتوسطة مثلا نظر تعالي، ممكن من الطبقة المتوسطة بنظر للطبقة ذوي الدخل المحدود نظر تعالي، ممكن من ذوي الدخل المحدود بنظر للناس الطبقة اللي هو خط الفقر، الفقراء جدا بنظر لهم نظر تعالي، أو يعني النظرة من الطبقة الأعلى للطبقة الأقل منها. يعني فالنظرة الطبقية والنظرة الدونية هذه موجودة للمجتمع الأمريكي، يعني بتلاحظها بكثرة موجودة، لكن الأمر نسبي، الأمر بيختلف من ولاية لولاية، يعني هذه بترجع لحسب الواحد المستوى الثقافي والاجتماعي وعلى حسب تربيته. يعني هل هو مثلا في ناس محترمين جدا، يعني في ناس ما بتفرق معاهم، في ناس بالعكس إنه تنظر للطبقة اللي تحته، يعني سواء مثلا الطبقة الغنية ناس متواضعين جدا من الطبقة الغنية، يعني بنظروا للطبقة بيفتخروا، بالعكس بيفتخروا بالطبقات الأقل منهم، بيفتخروا لأنهم في يوم من الأيام ممكن يصيروا زيهم، ممكن يصيروا أغنياء، ربنا يكرمهم يفتح عليهم. يعني في ناس كتير محترمين، يعني لكن في ناس سيئين، في سلبيات، يعني زيه يعني هذا مجتمع عادي، يعني في إيجابيات في سلبيات بس. ففي ناس منهم، في ناس عندهم النظرة الطبقية، هذا الأمر نسبي بيختلف من ولاية لولاية، من مجتمع لمجتمع، من بيئة لبيئة، يعني من مدينة لمدينة، من مقاطعة لمقاطعة، من يعني بيختلف من مكان لمكان، الأمر نسبي. يعني الأمر يعني مش كل المجتمع الأمريكي سلبي، مش كل المجتمع الأمريكي إيجابي، يعني هي بيختلف من مكان لمكان. النظرة الطبقية والدنيا موجودة لكن بشكل نسبي، يعني موجود ممكن يكون نسبة كبيرة جدا في منطقة، ممكن يكون نسبة قليلة متوسطة في منطقة، ممكن يكون نسبة قليلة في منطقة تانية، بس يعني هي هذه النظرة الطبقية موجودة في المجتمع الأمريكي، موجودة يعني أنا لاحظتها بكثرة موجودة للأسف. يعني هذا برجع للمستوى الثقافي تبع الشخص اللي بنظر للغيره، يعني إذا ممكن الشخص يكون متعلم، شخص جاهل مش متعلم، يعني هي النظرة هذه بتختلف من مكان لمكان.
زي ما حكيت لكم، هي هذا مجتمع يعني زي اي مجتمع. صح، هو من الدول العالم الاول، لكن في الاول والاخير هو خليط، يعني هو من مختلف انحاء العالم بيجوا بعيشوا بالبلد هذه. فطبعا انت بتواجه الصالح والطالح، بتواجه الانسان المحترم، الانسان المنيح الكويس، الانسان مش كويس يعني مش منيح. فانت بتواجه جميع الفئات يعني في المجتمع. طبعا اكيد انت حتصادف ناس طبقيين، في ناس عندهم غرور، ناس محترمين متواضعين. يعني انت بتشوف كل اشي بالمجتمع هذا يعني عادي، يعني انت تتوقع اي اشي. بس هذا يعني انا بشجع الناس انها تيجي تهاجر، لكن انا بحكي لكم الصورة، بحكي لكم الوضع يعني الواقع زي ما هو، يعني كما هو. يعني على اساس الناس اللي بتيجي بتهاجر بتفكر تيجي على البلد هذه ما تنصدم، يعني اول ما تيجي بيكون هي عندها احلام وردية انه البلد هذه يعني ما فيش فيها بالمرة ولا اي سلبية. لا، فيها سلبيات كتير بتواجهها يوميا، انت بتشوف سلبيات، بتشوف شغلات يعني شغلات بتنقص عليك حياتك، يعني بتشوف امور كتير يعني بتخليك انت للاسف، يعني بتخليك انت دائما بتخليك انت عصبي وهيك. لكن انت لازم تتقبل الامور، يعني انت تتوقع اي شيء في المجتمع، تتوقع يعني انك تشوف اي سلبيات كتير، تشوف ايجابيات كتير، تتوقع ناس محترمه، ناس منيحه، ناس مش منيحه، مش كويسه، يعني ناس كويسه، ناس مش كويسه، يعني تتوقع تشوف اي شيء. بس يعني انا بحكي لكم عشان انتم ما تنصدموا، يعني اذا واحد بفكر ان ربنا يكرمه هيك ويجي يعني على البلد هادي ويهاجر، حيشوف كل اشي بالبلد، حيشوف الايجابي والسلبي، يعني حيشوف، توقع اي اشي تشوفوه، يعني بس عشان ما تنصدموا. يعني في ناس كتير بتلاقيهم مثلا بمدحوا بيقولوا كل الايجابيات، في ناس كتير بتلاقيهم بيقولوا كل السلبيات. يعني المفروض انت تكون انت متوازن، يعني تحكي الايجابي وتحكي السلبي، يعني ما تركز على شغلة معينة انه هذه يعني تركز انه بس على الايجابيات او تركز بس على السلبيات. لا، انت لازم يعني تركز على كل شيء. يعني لما بدك تيجي تطرح موضوع معين عن امريكا او عن وات ايفر اي بلد كانت، يعني سواء امريكا او غيرها، يعني بشكل عام دول الهجره، لازم انت تحكي الايجابي والسلبي، لازم تشرح كل الامور، لازم تبين للناس، توريهم الواقع كما هو. يعني ما تزيف لهم الواقع، ما تحكي لهم اشياء، مثلا تحكي لهم الواقع الموجود في المجتمع بس. يعني تحكي لهم مثلا حكاية الطبقية هاي موجودة، العنصرية أنا ما بدي أخذ بموضوع العنصرية والأمور هذه، لأنه يعني هي موجودة، الطبقية والعنصرية موجودة يعني سواء بأمريكا أو حتى بلادنا العربية، بلادنا الشرقية العربية، البلاد المسلمة، البلاد غير المسلمة، موجودة في كل أنحاء العالم الطبقية هذه موجودة. يعني فيش أي مجتمع بيخلو من الإيجابيات، فيش أي مجتمع بيخلو من السلبيات، يعني الطبقية موجودة. والنظرة هاي بتختلف من بلد لبلد، من يعني سواء في أمريكا من منطقة لمنطقة، من ولاية لولاية، يعني موجودة في كل أنحاء العالم الطبقية. وأمريكا هي لأنها جزء من العالم، هي مجتمع من جميع المجتمعات العالم، يعني هي مجتمع زيه زي المجتمع. بس فحبيت أحكي لكم إنه يعني حبيت أحكي لكم بالحلقة دي طبقات المجتمع، واللي هو أول شيء الطبقة الأولى هي الطبقة الفقيرة المعدومة، الطبقة الثانية اللي هي الطبقة الأحسن منها اللي هي طبقة الدخل المحدود، ذوي الدخل المحدود، هي طبقة العمال أو ما يعمل في وظائف البدنية، أو زي ما حكيت لكم اللي هم الأصحاب الياقات الزرقاء في الحلقة في حلقة من الحلقات السابقة. الطبقة الثالثة هي طبقة ذوي الدخل المتوسط أو أصحاب الوظائف اللي هم اللي بيشتغلوا بالوظائف المكتبية أو اللي هم الياقات البيضاء اللي هم اللي بيلبسوا بدل أو بيلبسوا أشياء رسمية، مثلا لبسوا شغلهم كله مكتبي. الطبقة الرابعة اللي هي طبقة البيزنس مين أو الطبقة الغنية، الطبقة اللي عايشة في رفاهية، عايشة في مستوى يعني مستوى أحسن من غيرهم، يعني هي يعني تعتبر أحسن المستويات، يعني ما يعني أعلى طبقة بالمجتمع. طبعا في ناس منهم مثلا بدوا من الصفر، يعني ناس بدوا، إحنا هدول نعتبرهم قدوة إلنا اللي بدوا من الصفر، يعني إحنا نشد على أيديهم وبنتمنى إنه ربنا هيك يرزقنا زي ما رزقهم، يزق الجميع طبعا. فهدول ناس بدوا من الصفر، ناس يعني للأسف كانوا يعني وضعهم المادي صعب جدا، يعني كانوا فقراء وربنا كرمهم، يعني تدرجوا شوية شوية لغاية ما طلعوا. يعني انت لما بدك تبدأ لازم تشتغل على حالك، يعني لازم تتعب، يعني هذا الاشي ما جاش من فراغ. يعني في ناس ربنا رزقهم، في ناس مولودين في البيئة نفسها، مولودين في البيئة الغنية، يعني خلص وعملوا البيزنس تبعهم. يعني في ناس بتلاقي ابوه مثلا بيزنس مان، فهو اشتغل مع ابوه بالبيزنس وصار عنده بيزنس خاص بعد هيك، او يعني بتلاقيه مثلا صار عنده، بتلاقيه مثلا عنده اشترى بيوت مثلا، ممكن يأجر البيوت، ممكن يبيع، يعني بصير عنده البيزنس الخاص تبعه. يعني البيزنس، انت ممكن يكون عندك البيزنس، يعني انت ممكن لو
اشتغلت يعني شوية، تصرفت يعني اشتغلت، واحد لو يعني شغل دماغه شوية ممكن يعني شوية شوية يعني يطلع. يعني هي لما بدنا نطلع يعني العمارة، لما بدك تطلع مثلا انت العمارة ما بتطلعها، لازم درج تطلع عليه، سلم تطلع عليه، وهيك بالضبط انت بدك تصير مثلا بزنس مان، تصير غني، لازم شوية شوية تطلع شوية لغاية ما تصير انت غني وربنا يكرمك. يعني الأمور ما بتيجي بالسهل، يعني لازم تتعب على حالك. هاي الطبقة الأخيرة، الطبقة الغنية. بس وحبيت بس يعني أحكي لكم اليوم في الموضوع هذا، موضوع الطبقية. بالنسبة للطبقية طبعا حكيت لكم موجودة، يعني طالما في طبقات في المجتمع إشي طبيعي يكون في طبقية، يعني إشي طبيعي يكون في طبقية، وفي نظرة إنه ناس مغرورة ناس مش مغرورة، ناس بنظر للأقل منهم نظرة يعني إنه إحنا أعلى منكم أو أنتوا أقل منا، أو يعني مش بالضرورة تلاقي كل الناس متواضعين، مش بالضرورة تلاقي كل الناس مثلا يعني محترمين. يعني الناس بتلاقي الصالح والطالح بكل مكان، يعني بتلاقي الكويس وبتلاقي السيء، بتلاقي المنيح والمش منيح. بس يعني طالما في طبقات في المجتمع الأمريكي، لأن المجتمع زيه زي المجتمع في العالم، طالما في طبقات، إذا في طبقية شيء ضروري يكون في طبقية، شيء بديهي يعني إنه يكون في طبقية. لكن هي بتختلف من مكان لمكان، يعني ممكن تلاقي يعني مش كل الناس بنظروا للأقل منهم نظرة إنه إحنا أعلى منكم، نظرة تعالي، لا، بتلاقي ناس كتير يعني بالعكس يعني بيحترموا الطبقة الأقل منهم، بيتمنوا يصيروا زيهم يعني ممكن أحسن كمان. بس حبيت أحكي لكم إنه الطبقية موجودة هنا، لأن طالما في طبقات في المجتمع في طبقية، بس الطبقية بتختلف من مكان لمكان طبعا، من ولاية لولاية، من أي مكان، من مكان لمكان. بس فهذا كان موضوع حلقتنا اليوم، اللي هو موضوع الطبقية، هل هي موجودة فعلا أو مش موجودة في المجتمع، بس موجودة في المجتمع الأمريكي أو مش موجودة في المجتمع الأمريكي. بس هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يا رب ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، وتفعلوا ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جميع إشاعات الفيديوهات اللي بنزلها. بس هذا كان فيديو اليوم، واستنوني بفيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.